هو التعاون الثاني ان شاء الله يكون التعامل باش يكون مختلف في مسلسل روم كوم مع ماجي واخراج الاستاذ الي. مسلسل يعني ادوار فيه مختلفه على الادوار اللي قدمتها من قبل، فسعيد جدا بالتعامل وان شاء الله بدايه التصوير تكون في شهر واحد. مهنيا الحمد لله العام كان ناجح، اعتبره مسلسل الخروج كان القى اقبال كبير مع من الجمهور، وشاركت في عملين في انجلترا فيرلس وكروس اند بوردر، فسعيد جدا كما نقولوا بنتيجه العام هذا، وان شاء الله العام القادم يكون موفق ان شاء الله.